تيرون امبارح عملها صايمه، اخدها كده في السريع. يعني بص، يعني بص انا شايف ان هي فيها جزء كبير جدا من عدم الاحترافيه، خاصه ان هو بصراحه يعني افضل مدرب اتعامل من مجلس الاداره. يعني في مدربين كان بيبقى فيه مثلا زي جروس مثلا كان في ضغط عليهم وسمعنا وكلام بيتقال وبتاع، انما كارتيرون كانت المعامله معاه كويسه جدا. ولسه والراجل بيخسر محدش بيقول له بتعمل ايه. لا والزمالك خلاص وصل لمرحله، مجلس اداره الزمالك في رايي وصل لمرحله من الاداء الاداري اللي بقى عنده فلتره كبيره جدا والسيستم اوريدي محطوط، فهو كان مستريح جدا في الشغلانه، مستريح في الشغلانه. تاخير مستحقات لعيبه ابتدى موجود في كل الانديه، مفيش محدش يقدر ان هو يقول الكلام ده. الحاجه الثانيه اللي هو برده الكارتيرون حاول يطلعها امبارح ان انا ما كانش ليا دخل في الصفقات ومحدش بياخد رايي وبتاع، دي فلسفه النادي برده. النادي بيقول لك ان المدرب ممكن يمشي اي وقت، انا اللي بحط اللعيبه وانا اللي بجيب اللعيبه، ودي السياسه اللي ماشي بيها نادي الزمالك بقاله فتره. انا في رايي ان هو خسر كتير برحيله عن نادي الزمالك، لان هو كان كسب اوريدي مكتسبات، ابتدى الجمهور يحبه وابتدى ان يبني تاريخ مع نادي الزمالك. ما بقولش ما تمشيش، امشي بس جيب العرض وحطه على الترابيزه قدام نادي الزمالك واحترم الناس. والتوقيت كل حاجه وحشه، يعني ما تقعدش تبني 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 تبني. لا والاعذار يا كابتن حازم والاكسكيوز اوحش. يعني النهارده بيقول لك ايه، انا شايف ان لا، بيقول لك ان انا شايف ان في سبيس كويسه شهر كامل ان هم يقدروا يحضروا نفسهم. ده كلام طبعا كلام مش فاضي. لازم الناس تحترم عقودها. كلام فاضي صح جدا. انا دايما ما بحبش انتقد المدربين، بس عيب نادي الزمالك، وعيب على فكره مع اي نادي، عيب ان انت تمشي بالشكل ده. زي مثلا لما اتكلمنا ان احمد سامي، عيب ان انت تمشي بالشكل ده من طنطا وراجل احنا بنحترمك وبنقدرك كل حاجه، لكن لازم يبقى في تقدير للنادي اللي جابك واشتغل معاك. برضو كارتيرون عيب اللي انت عملته.